اكتر حاجه عجبتني ان عبد الله قريب من الناس في بيوته، دي اكتر حاجه يعني، لان ده كان بصراحه هنقول حضرنا الشخصيه ازاي او عبد الله ازاي وصل للناس دي بفضل ربنا. احنا قعدنا سنه بنكتب في الورق ده مع المؤلف احمد محمود ابو زيد، عايز اشكره طبعا، وعايز اشكر الاستاذ محمد مصطفى المخرج، وعايز اشكر المنتج استاذ صادق الصباح، لان الناس دي عملت مجهود كبير قوي وتعبوا جدا. وشخصية عبد الله، انا كنت قاعد فترة الكتابة مع المؤلف احمد محمود ابو زيد، وفي الفترة دي انا كنت شغال معاه بكذا دماغي يعني بصراحة، فكانت الشخصية بالنسبة لي اتحضرت لوحدها، يعني الشخصية جهزت لوحدها يعني.